السلام عليكم. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود إلى ذلك أبدا. وأتى رجل إلى أحد الصالحين فقال له: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فغضب وقال له: ما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وصف النمام برسول الشيطان. هكذا كان رد فعل السلف الصالح تجاه المغتاب والنمام، يردونه بالكلام ولا يقولون له: شكرا لأنك أنرت بصيرتي أو أخبرتني بما يقوله شخص آخر عني. احذروا ولا تنقلوا الحديث عن الناس وتقعوا في إثم النميمة، وما أعظمه من ذنب عند الله، نظرا لما يسببه من مشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس بين الناس. لذلك قاتل الله النميمة والنمامين، واعتبرهم من أسوأ الخلق عنده سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو من يستمع للغير بنية نقل الكلام إلى غيره بقصد الإفساد بينهم. لذلك لا تنقل كلام الناس للناس وتشعل العداوة والبغضاء بينهم. اترك الناس على حسن ظنهم بالناس، واترك الله يتولى ما في القلوب. وتذكر قول الإمام الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. ولا تقبل أيضا كلام أهل النميمة من أصحاب القلوب المريضة، وتأكد أن من قال لك قال عليك، ومن نقل إليك نقل عنك. الغيبة والنميمة من أكبر أسباب المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس بين الناس. امنعوا أنفسكم عنها، فهكذا تحسنون لأنفسكم وتحسنون للناس. والله يحفظكم ويحفظكم.